تعرفوا اليوم الانتصار هذا جاي بعد 55 سنه للمسير كونتر لو كلوب في تونس. الحمد لله الحمد لله، شكر شكر مرحبا، شكر الكبير هو الملاعبيه مش لي انا، الملاعبيه عرفوا واش يعملوا، عرفوا واش يلعبوا، تحكموا في المباراه، وربما نقول لك كان انتصار باهي ياسر اليوم بعد 55 سنه. ما يسالش ظهر لي يا الاسعد زرده اليوم معطى بطاقه اعتماده في البطوله التونسيه وبين انه مدرب شواري برشا. الحمد لله الحمد لله، انا لعب 8 سنين في البطوله التونسيه، ابن البطوله كما يقولوا الالمان، قاعد نخدم على روحي كل يوم، وان شاء الله وان شاء الله المستقبل تاع الجمعيه خاصه المسير تكون في المستقبل احسن. سي الاسعد قبل الفوت 24 قلت انا تبع في نصائح بيب غوارديولا، مازلت تبع فيهم باش عملت كيف في تونس؟ انا تبع في النصائح نتاع الجروز اونترينر كل عندي، قول لك نجم نقول لك اصدقائي، ما همش نعرفهم كان في التصاور. نزلت ان كونتاكت معهم توا؟ نتلفن نكتبوا الاس ام اس، نكتب مع بيب، نكتب مع كلوب، يورجن، نعرفهم بالكدا، اصدقاء ما همش نتاع فيسبوك. ميرسي. عايش.